نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم علينا من نعم عظيمة وآلاء جسيمة لا نستطيع لها عداً ولا حصراً، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم عظيمة تستحق الشكر والامتنان. وقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ألا وإن من أعظم النعم وأجلها في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية نعمة التوحيد والعقيدة، وهذه النعمة من أعظم النعم، نعمة العقيدة الصحيحة والإخلاص لله في العبادة. ولا شك أن هذه النعمة تجلت وظهرت ولله الحمد في هذه البلاد منذ تأسيسها،